محمد في البدايه كده عرفنا بالفريق بتاعكم ومكونين من كام واحد وانتوا بتدرسوا ايه؟ احنا فريق سيدي راجل من محافظه الاسماعيليه. احنا 20 واحد في الفريق مش عايزين نقول فريق تمام. احنا داخلين كشركه كشركه بنبدا نصنع ار او في ونبدا نبيعها لان المسابقه مش عايزه فريق يعمل غواصه ويجيب مركز اول وبس وياخد الجائزه لا احنا عايزين شركه تبدا ليها تسويق وليها مكان تبيع تصنع ار او في ثانيه وتحدثها وتبدا تبيعها كويس بالظبط.